مرحبا واهلا بكم في الحلقه الرابعه من ماستر كلاس. معكم كول سيستم، واستاذنا اليوم هو اللاعب الكبير من فريق توستد مايندز اكزيت. مرحبا اكزيت، اول شيء بحب ارحب فيك في البرنامج واشكرك على وقتك. شو اخبارك اليوم؟ كيف يومك ماشي لحد الان؟ والله الحمد لله تمام. كيف حالك حبيبي؟ انت كول الله طيب. اليوم راح يكون عندك حصه، انت طبعا واحد من الدولست المعروفين في الساحه العربيه تبعت فالورانت. عن شو حابب تتكلم اليوم؟ شو حتعلمنا اليوم؟ ان شاء الله راح اتكلم عن الدولست اللي صح جت ما بيسنت، كيف تسوي انتري، كيف تحاول تستفيد من الجت والدولست، تستخدم البوتنشل الكامل 100%. راح اكون عندك حسن الظن ان شاء الله. يلا نعطيك السبوره والمايك معك. راح اشرح خاصه في ماب بي، ماب ايسنت في البي سايت، راح اشرح كيف الاكثر الكومن سبوتس تقدر تسوي فيها انتري طريقه سهله جدا مع اليوتل. لنفترض انك رميت نايف كيو هنا على البوت، يجيب لك كل انفو على البوت، يجيك سوفا ارو من فوق على السايت كامل. انت كجت هنا يمديك تسوي اكثر من طريقه فيها، تشغل الداش وعندك سموك هنا، تسوي داش جوا السموك على طول، تحط السموك زي كذا تسوي داش، عندك النايف ما في احد، تجي تسوي سموك ثاني تدخل فيه هنا. بعد هذه المنطقه انت ملزوم تحتاج يوتل تدخل المنطقه هذه، لان مره صعب انك تدخلها دراي. غالبا التيم حقك راح يكون وصلوا لين اوريدي مع السبيس اللي اخذته انت هنا. الكيو اللي معك راح يرمي لك فلاش بطريقه ما، انت راح تدخل معها على طول مع الفلاش، وعلى طول تقدر تاخذ السايت بكل سهوله. انا عندي سؤال على الطريقه الاولى، ممكن يا استاذ؟ سؤال اكيد يا طالب. شوف يعني انا انسان لعب دولست بحياتي، في واحده من الاشياء اللي بحسها صعبه وهي يعني انتيون بالاشياء اللي انت حكيتها. اوكي في كومن سبوتس بالسايت الديفندرز بيكونوا بالعاده قاعدين فيها، لكن انا بحس انه انا اول واحد راح ادخل في يمين يسار قدام، في مليون مكان لازم اشيكه. بحس انه في انيميشنز سواء كانت ساتشلز ولا داش ولا، بحس انه كل هذا الوقت بيعطي افضليه كبيره للي ضدي انه يطلع سلاحه اول او يكون جاهز لي اول. بحس انه احتماليه اني ادخل واموت اكبر من احتماليه اني ادخل واكسب مساحات واني افوز الديول. فشو رايك بهالكلام اللي انا حكيته؟ كلامك صحيح، اغلب المرات وانت تحاول تدخل السايت راح يجيك يوتل قوي من الفريق الدفاع، راح يجيك مثلا فلاش، ساتشل، نيل، يمكن نايف تكنسل كل البش حقك، تكون انت ضحيه في السايت. هذه اللحظه انا اتمنى لك الحظ صراحه، لانه ما يمديك تسوي اي شيء جدا صعب انك تتعامل معه. لكن لما انا عن نفسي كدولست، يعني انا مريت تقريبا كل الظروف في الاقيام، مريت بكل اليوتل كل شيء، مع الخبره والوقت اللي تقضي فيه كدولست كالانتري راح تعرف تتعامل مع الموضوع هذا. ونقول نفس السيناريو اللي صار مع كول، تدخل بالسموك فجاه جاك كل اليوتل من برا، انت في هذه الحاله فريقك ما يقدر يساعدك بال100% فاليو، يمكن يرمي لك فلاش يحاول يساعدك باي طريقه لكنها ما راح تفيدك. فغالبا انت الان حاول طالع الماب، شوف من وين جاك اليوتل، جاك نيد من سيتي، جاك فلاش من ماركت، في واحد بيعك ستيرز، اوكي. انت بهالحاله ما يمديك تسوي ولا شيء الا انك تحاول تجيب بك، لان تيمك غالبا راح يكنسل البوش، ما يقدرون يدخلون السايت. فما عندك الا انك مثلا بعد السموك عرفت واحد ستيرز تبيكه، يا تذبحه يا تموت، يا قاتل يا مقتول. فهذا الشيء الوحيد، اذا ذبحته شيء كويس، انت جبت بك لفريقك، يقدرون يسوون روتيت من برا البيمين ويروحون من شورت الى اي سايت. فبتكون الاي سايت فري غالبا، انك ضيعت وقتهم، ذبحت واحد بالسايد، حاولت تلعب مع السموكات حقت اومن حقك، حاول تدخل بالسموكات، حاول تطلع اكثر فاليو تقدر عليه حتى مع الظروف اللي صارت لك في الماب. هذا هو جوابي عليك يا طالب يا كول. شكرا دكتور. عفوا. حاول انتقل الحين للسايت الثاني اللي هو الاي سايت، لان كل سايت وسايت يفرق كيف طريقه الانتري. الاي سايت على طول مدخلها من الاي مان اسهل من البي، فالاي سايت يكون اسرع كبوش وافضل كدولس. انت لما تيجي تدخل السايت تحتاج يوتل زي ما شرحنا في البي. اليوتل اللي بالاي بيصير اسهل، لان بالبي بيصير متقسم الى طريقتين، الطريقه الاولى او التو ستيبس. الستيب الاول انك تاخذ المنطقه هذه اللي هي تحت الماركت بالبوت والستيرز، فتحتاج يوتل معين، تايمينج معين. والستيب الثاني انك تحاول تدخل البي سايت نفسها.
فتحتاج يوتلين بفترتين معينه. الاي سايت ما تحتاج غالبا. انت الحين تجي تدخل الاي سايت جت كايو، فكايو غالبا راح يرمي نايف سايت، تنزل هنا تجيب لك كل الانفو تقريبا على السايت الجاب هذا. سوفا تعطون ارو سايت هنا. انت الحين حاله انك كنت تدخل السايت تذبح بس، يعني اغلب اللاعبين لما يجون يسوون سيت ابس في السايت راح يلعب بالبوزيشن هذا، البوزيشن هذا، البوزيشن الاندر فوق الهيفن، يمكن كلوز رايت كلوز ليفت، فعنده انجلات كثيره كثيره مره انه يقدر يكنسل فيها. لكن انت مع الوقت كدولس محترف حاول انك دائما تقرا الخصم راح تعرف كيف تتعامل معها. انت الحين بيكون في ارو هنا، يصير في نايف هنا بالسايد، فالانفو عندك بيكون تقريبا 90% مليان، ما راح ينقصك شيء، بس اللهم انك تدخل بالسموك، تسوي داش بالسموك زي كذا تاخذ فل انفو، خلاص انت اخذت فل سايت الحين، تيمك يقدر يدخل بكل سهوله، تسكر الدور وياخذ السايت وبلانت، بعدها عاد البوست بلانت وهذه الاشياء هذه اللي عندهم خبره اكثر بيشرحونها ان شاء الله. هذه تقريبا التب هذا اللي بالجت بالانتري تحتاجه بكل ماب بكل سايت في كل مكان. تدخل السايت زي كذا وتشيك الانجلز اللي هو التوب رايت، هذا الانجل التوب رايت هذا فوق البوكسز كومن سبوت جدا، انه دائما يلعب فيه واحد. اغلب الشخصيات اللي تقدر تطلع فوق مكان راح تلعب بالاماكن هذه، تسمى تشيزي سبوتس، لانه صعب انك تكونترول تتوقعها، فلازم تشيكها انت كدولس. برضو السبب الثاني انك تشيكها لان الارو غالبا بيكون هنا او النايف بيكون هنا، فيمكن ما يغطي هذه المنطقه. فانت تحاول تسوي فل للجابس اللي عند تيمك باليوتيل. غالبا انت كدولس ما عندك الا مهمتين في الاتاك. الاتاك ما عندك الا انك تسوي داش بالسايت تاخذ الانفو اللي ما قدر يجيبه فريقك، حاول تاخذ سبيس قد ما تقدر. زي اعيد واكرر، ما يحتاج انك تذبح ثلاثه ولا اثنين بالسايت عشان تصير انت كويس او دولس كويس، تقدر تسوي باكثر من طريق. وعلى الطرق بعلمكم الحين طريقتين كيف تخشون فيها الاي سايت، طريقتين مختلفه جدا لازم تغير بين فتره فتره. انت عندك بالاتاك 12 راوند، 12 راوند هذه انت مضطر انك تغير فيها كل شوي، لان شيء من الغير منطقي انك تدخل 12 راوند ورا بعض. خلينا نحتمل ان سبع راوندات بس سويت فش اي، مستحيل انك تدخل سبع مرات هنا. بيجيك يوتل، بيجيك استرا ساك مولي اول ما تسوي داش، بيجيك فلاش من اول ما تطلع، فيكون فريق الخصم قاري وضع. الطريقه الاولى انك تسوي السموك زي كذا، تسوي داش على طول تشيك اليمين. بس انت الحين دخلت شفت اليمين عندك الفول انفو، بيجيك غالبا فلاش ارو ونايف سايد، فتقدر تاخذ الدولز على كيفك. يكون عندك المنطقه اليمين. الطريقه الثانيه انك تكون جوا السموك هنا مع اليوتر تايمينج، تسوي سموك هنا وداش ادراف، برضو تشيك الرايت سايد انجل، لان لازم انت تشيكها كدولس، تسوي السموك داش ادراف زي كذا وتكون فوق الجن مع اليوتر، بيصير في ارو تذبح هنا تذبح هنا. بس انتبه غالبا انه يكون في واحد يطلع من الشورت، يكون عليك انفو يطلع يذبحك على طول زي كذا. اذا انت سويت الانتري هذا وطلعت فوق مع الداش والدرافت سموك، انت سويت اللي عليك الحين بزياده، تحت السايت اخذت انفو على السايت كامل، سويت سبيس خلاص، انت سويت اللي عليك، باقي على تيمك. انت كدولس ما انت ملزوم انك تنزل 40 كيلو ولا 30 كيل عشان تسمى كدولس كويس، ولا انك يعني برو دولس بلاير، ما تحتاج هذه الاشياء. غالبا بالاتاك هذه اكثر الاشياء اللي يغلطون فيها الناس. طب عندي سؤال اخر قبل النقطه هاي، لانه في شغله حكيتها، يعني لما بلعب انا الدولست احيانا وبدي اشوف تجربتك انت اذا قريب علي، احيانا بحس انه انا عم بلعب كومبيتيتيف، ما عم بلعب برو بلاي، ما في ليفل الكوميونيكيشن اللي ممكن بينك وبين زملائك. احيانا بحس انه زملائي مش عم بيأدوا بواجبهم، لهذا السبب انا مش قادر أدي واجبي. احيانا بوصل للاستنتاج انه يا اخي انا كل مره بدخل بموت، ما في تريد كل، انا خلص ما راح ادخل. لكن هذا عكس اللي المفروض الدولست يسويه. فهل لعبك انت بتغير شوي بالكومب؟ شوف، على حسب الفريق عندي بالكومب. اذا انت وصلت الهاي رانك الريديانت والامورتال دي، نسبه انه يجي معك فريق ما يطبق الكوميونيكيشن، ما يساعدك، ما يسوي تريد لك في السايت، نسبه ضئيله جدا وقليله. لكن اذا صارت وتصير مرات، غالبا انا بغير لعبي باسلوب الاتاك سايت، بغير لعبي، بحاول العب على المد اكثر، عندي سبوتس اقدر اسوي لها ابيوز، صعب ان الفريق الخصم يتوقعها. كمثال، اذا فريقك مو قادر يساعد كل، يلا خلينا نلعب فور بيكس شباب، تلعب فور بيكس، تقدر تطلع فوق البوكس هذا قبل في الباي فيز، اول ما يبدا الراوند تفيق غالبا راح تذبح واحد هنا، يمكن اوبر، يمكن واحد ماسك انجل اوف انجل، فيمديك تطلع فاليو من الابيلتيز حقت جد بدون ما تسوي انت، ما يحتاج انك تسوي انتري عشان تذبح بالدولس، لان انت اقل شخصيه واقل رول وهم اليوتيليتي حقك، ما تحتاج اليوتيليتي يوزج هذاك العالي او انك البرو يوتيليتي يوزج عشان تطلع الفاليو.
تقدر تسوي بطريقتين، يا تطلع فاليو بالانتري بالسبيسنج، والفاليو الثاني انك تحاول تجيب بيكس. السؤال هو مو بهنا، السؤال هو انك ليش تجيب بيكس. في فرق بين انك تجيب بيكس يعني يوسفل اشياء مو يوسفل. اللي يوسفل خل السايت وتذبح واحد، هذا بيك يوسفل جدا انك تذبح واحد مع يوتل ماسك السايت. واللي مو يوسفل ان فكره انك لازم تذبح الانتري، انت اذا ذبحت هذا شيء يوسفل، مره يوسفل انك تذبح جوا الانتري او انك لما تسوي انتري، لكنه مو شيء ضروري عليك. لكن غالبا بالبلاي فور بيكس كمثال انت راح تجي تاخذ الشورت الحين، انت الشخص الوحيد اللي بين فريقك ما عنده اليوتل العالي اللي يمكن ياثر على الفريق اذا خسره، فتقدر تاخذ ريسكي دولز تري تبيك الانجل هذا، طبعا مع فريق ما تكون حالك عشان تكون في مرحله التريد، انه يجيك تريد اذا اللي تاخذ الدولز هذه تبيك الانجلز، حاول تجيب بيك، جبت بيك تقدر ترجع وتسوي ريبوزيشن في المكان الثاني. فاذا تيمك قاعد يسوي لك بيت مو قاعد يتفاهم معك الفريق بالفويس شات، مو قادر يعطيك 100% ثلث يوزج من السوافا او الكيو، انت الان في حاله سيلفشنس بليز. حاول تبيك الحاله، خليني اسجل اذا الفريق ما ساعدني انا راح العب جت ليركر. شكرا دكتور. ايوه بالضبط، راح تلعب جت ليركر، راح تبيك، راح تحاول تجيب بيكس، انت تكون اذا انت جت ماسك ايمك غالبا راح تذبح ثلاثه هنا، فخلاص تدخل السايد وتكتب لهم بعد الجيم جي جي ايزي، هذا هو الحل. غالبا انت بالاتاك سايد راح يكون اكثر شغلك، بالدفند صعب انك تطلع فاليو كرول دولس، لكن في طريقتين تطلع منها فاليو. الطريقه الاولى كجت بلاير راح تلعب بالاوب، الاوب سلاح غالي وصعب تلقاه في كل جيم، او انه مو كل ديفند سايد راح تكون الظروف معاك عشان تشتري اوب، يمكن الايكونومي ما كان كويس، يمكن في اسباب كثيره ما تخليك اوب، لكن كل ما جاتك الفرصه انك تشتري اوب حاول تستغلها 100%، لان الاوبريتر بالديفند راح يسوي، هو اوبريتر الجن جيم تشينجر، تقدر تطلع منه فاليو، تقدر تطلع منه فاليو بشكل مو طبيعي. بحاول اشرح يعني بيسكس حقه الاوب، ان شاء الله انه راح تكون تفيدكم كنيو اوبرز. اول شيء من اهم الاشياء بالاوب، اغلب الناس يتوقعون ايمك بالاوب انك تقدر تسوي فلك، هذه فكره جدا جدا غلط عن الاوب. الاوب مو باصعب شيء فيه الايم، جدا جدا سهل فيه الايم، اذا انت ايمك بالفاندل كويس وحركتك والايم الرو ايم حقك كويس مستحيل الاوب حقك يصير خايس. اكبر واصعب شيء بالاوب الديف البوزيشن، كيف تاخذ بوزيشن. انا عندي طريقه استخدمها بكل المابات كل السايتات بكل مكان، طريقه جدا جدا فعاله راح اشرحها لك. اول طريقه ان انت عندك 4 ستيبس في الماب كديفن سايت في الروند الواحد، عندك 4 ستيبس. شلون 4 ستيبس الحين بشرح لك. قول ان انت الحين بالباي فيز بيبدا الراوند، خلي السوبا حقك يرمي ارو، تري تاخذ السبيس هذا، ما في احد بيمين الارو ما شاف اي احد، تري تاخذ السبيس هذا. انت الحين اخذت السبيس هذا ايش معناته؟ معناته ان انت عندك فل بيمين، عندك فل بيمين كنترول، ما حد يقدر يدخل البي الا من طريقه واحده اللي هو من الماركت. فتيمك غالبا راح يترك البي سايت ويلعب على الماركت ولا على السيتي او الساك اي. نرجع لموضوعنا، انا طلعت على الموضوع الفورس ستيبس عشان اشرح لكم السيناريو كامل. الان انت مسكت هذا الانجل، هم رجعوا بيجوا ياخذون بيمين، انت الحين عندك فور ستيبس، راح تريد تطلق الطلقه الاولى تذبح واحد، تروح للسكند ستيب، هذا كان اول ستيب هذا سكند ستيب، يجي مره ثانيه تطلق الطلقه الثانيه، غير مكانك لازم تغير مكانك كل شوي، هذا الثيرد ستيب، تطلق مره ثالثه ترجع، باقي لك اخر ستيب. انت الان سويت اللي عليك، قل انك لو انك ضيعت طلقه ذبحت اثنين انت سويت اللي عليك، هذا اخر ستيب، تطلق اخر طلقه وخلاص، تحاول تعيش قد ما تقدر وتضيع وقت لين ما تيمك يجي. فهذا هو اهم شيء بالاوب تقريبا، يعني هذا من اكثر الاشياء اللي يمكن تحتاجها كاوبر، وهذا من اهم النصائح اللي جتني كاوبر بدايتي بالاوب، انك تسوي هذا الشيء بالبوزيشننج، لانه هو اهم شيء واصعب شيء. فاذا ضبطت البوزيشننج كاوبر انت تقريبا ضبطت 90% من الاوبنج سكيلز، فما يبغى لك الا الايم والجيمس، انك كيف تقرا الفريق الخصم، هذا هو الشيء الوحيد اللي ناقصك، هذه راح تجي مع الوقت ان شاء الله مع الجيمس. وبس ان شاء الله اكوني ظنكم. يعطيك الف عافيه، بصراحه نصائح جميله للغايه، خاصه موضوع الاوبريتر انا كثير انبهرت فيه، لانه انا من الناس اللي ما بيلعبوا اوبريتر، بس ما بعرف ليش، لانه بحس الايم تبعه سهل، بس فعلا البوزيشننج التمركز وين توقف كيف تستخدمها هي هو الشيء الصعب، وان شاء الله راح احاول اطبق هذه النصيحه. شغله اخيره قبل ما نتركك تروح، تو تيبس او تريكس للسولو كيو تحديدا. تو تريكس الوحيده اللي السولو كيو، انا عن نفسي ما العب سولو كيو كثير، لاني غالبا بعد 40 دقيقه من السولو كيو راح اندم، لكن غالبا السولو كيو حاول انك تكون فوكل اكثر مع الفريق، تتكلم مع الفريق، حاول تعطيهم كولز، تصير انت الشخص اللي تعطي الكولز، تعالوا خل نروح اي، تعالوا خل نروح بي، انت على حسب بعد مجريات الجيم انت تمشي معاها، لكن حاول تكون فوكل. هذا التب الاول. التب الثاني في السولو كيو، حاول قد ما تقدر انك ما تكون
هذه برضو غالبا سولو كيو انت راح تعاني من الفويس شات من اللي معاك في الكوميونيكيشن. التب الاول زي ما قلنا نكون عن انك تصير فوكل. التب الثاني حاول وانت تصير فوكل ما تحاول تصير توكسيك مع الفريق، لان غالبا انت قاعد تلعب سولو كيو معك اربعه غير فور بيرسوناليتيز، اشخاص ما تعرفهم، ما تعرف كيف طريقه كلامهم، ما يعرفون كيف طريقه كلامك. حاول تتكلم الطريقه المناسبه انك ما تاذيهم بالكلام، ولا انهم يصيرون ما ودهم يلعبون الجيم او يصيرون توكسيك او تلتد من الجيم بشكل عام، لان غالبا يكون لاعب واحد يخرب كل الجيم على كل الفريق، وصراحه ما تسوى. حاول تنتفض الالفاظ، تنتفض تلتقط الكلمات المفيده في الجيم، وتحاول تصير فوكل وتفوز ان شاء الله. حلو، يعني تركيز، كونوا فوكل، لا تكونوا توكسيك، حاولوا تكونوا الشخص الأكبر في المباراة. إكزت، بحب أشكرك كثير على وقتك اليوم، على الدروس والنصائح المفيدة اللي أعطيتنا إياها. أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا استمتعتوا، أتمنى تكونوا استفدتوا. لا تنسوا تعملوا لنا فولو على منصات التواصل الاجتماعي، ونراكم المرة المقبلة.